السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نبدأ في شرح الواجب الخاص بالمادة. طبعا الواجب مكون من 3 أسئلة: سؤال على مقارنة ما بين البلوك سايفر والستريم سايفر، سؤال على الفيجينيري والكلومينر ترانسبوزيشنال سايفر، بالإضافة لسؤال عن MD5. أول حاجة السؤال الخاص بالبلوك سايفر والستريم سايفر. أول فقرة بيقول لي عرف لي كل من البلوك سايفر والستريم سايفر. السؤال رقم 1 حضراتكم مطالبين به في الامتحان ممكن يجيلي، لأن معظم الأفكار اللي موجودة في الكتاب. الستريم سايفر المفروض إن أنا بقطع الداتا اللي موجودة عندي لمجموعة من البيتس، أو هو بيتعامل مع الداتا افتراضيا على شكل بيتس. يبقى إذن الستريم سايفر بيتعامل مع الداتا اللي موجودة عندي بت باي بت، لكن البلوك سايفر بيقطع الداتا اللي موجودة عندي لبلوكات، كل بلوك بيكون 64 أو 128 بت وبيتعامل معها يعني بيشفرها أو بيفك تشفيرها. الستريم سايفر بيستخدم شورت كي بيطلق عليه السيد. الشورت كي دوت اللي هو عبارة عن الانيشاليزيشن فيكتور بالإضافة لقيمة معينة. يبقى إذن الستريم سايفر بيعتمد على شورت كي بيسموه السيد علشان يولد much longer key stream. الكي ستريم طبعا اللي أنا بستخدمه في عملية التشفير، إن عشان أشفر محتاج البلين تكست ومحتاج الانكريبشن كي. فهو بيقول لي هنا إن الانكريبشن كي بجيبه من حاجة اسمها السيد. بعد كده أنا عندي الانكريبشن كي وعندي الداتا، نعمل ما بينهم عملية XOR علشان يديني السايفر تكست. طبعا هنا بيقول لي كمان إنه عملية التشفير بتتم تنفيذها على الداتا بنفس الكي اللي مستخدم سابقا. في حالة البلوك سايفر أنا بقسم البيانات اللي موجودة عندي لمجموعة من البلوكات، كل بلوك بيكون حجمه 64 أو 128 بت، وأحيانا إن البلوك الأخير ممكن يكون حجمه أقل من كده، فبنعمل له عملية اسمها بادينج، يعني بنضيف له راندم داتا، شوية أصفار ووحيد متفق عليها ما بين السورس والديستنيشن. طبعا بتتم عملية الإضافة ليها عند السورس وبيتم إزالتها من عند الديستنيشن قبل تشفير البيانات. حضركم هتاخدوا التعريفات اللي موجودة قدامكم أو تعملوا سيرش على الإنترنت ونعيد صياغة الكلام بأسلوبنا الخاصة. طبعا هنا بيقول لي إن السيمبل سبستيتيوشن زي السيزر سايفر هو يعتبر نوع من أنواع الستريم سايفر، أما الكلومينر ترانسبوزيشنال فهو عبارة عن بلوك سايفر، لأن أنا بتعامل مع الداتا اللي موجودة عندي كلها كبلوك واحد. أما في حالة السيزر سايفر مثلا فأنا بتعامل مع الداتا اللي موجودة عندي حرف حرف. هنا بيقول لي ان معظم السيستم سيمتريك انكريبشن الجوريثم هي عباره عن بلوك سايفر، زي اللي هي الداتا انكريبشن ستاندرد او الادفانسد انكريبشن ستاندرد وغير ذلك. النقطه اللي بعد كده بيقول لي اديني ميزتين وعيبين لكل واحد منهم. فميزات الاستريم سايفر ان هو سريع لانه بيتعامل مع الداتا اللي موجوده عندي بت باي بت، مش محتاج ان انا اقطع الداتا اللي موجوده عندي لبلوكات وبعدين نعمل لها عملية باتينج. يبقى إذن الستريم سايفر هو سريع لأنه مفيش وقت أنا هاخده في عملية السبليتينج للتكست. وحدة إن هو سريع ده بيديني كمان ما بيكونش تقيل على الجهاز نفسه، يعني ما بيحتاجش بروسيسنج عالي، فعلشان كده بيتم استخدامه في الأجهزة اللي هي المحمولة زي الموبايلات أو اللابتوب اللي بتعتمد على بطاريات. يبقى إذن الستريم سايفر أول ميزة فيه أنه هو سريع. الميزة الثانية أنه سهل في عملية الامبليمنتيشن، يعني سهل أن أنا أستخدمه سوفتوير أو هاردوير، متاح ورخيص مش حاجات معقدة. كمان فيه الملاحظة هنا أنه هو low error propagation. مقصود بها إيه؟ أنا عندي الستريم سايفر بيتعامل مع الداتا اللي موجودة عندي بت باي بت. طيب لو في بت فيها error، يعني معنى كده ان البت الناتجة عنها او اللي هي السايفر تكست الخاص بيها هيكون هو اللي فيه ايرور. الفكرة هنا ان كل بت بيتم تشفيرها بصفة منفصلة او مستقلة عن غيرها. في حالة البلوك سايفر البلوك كله بيتشفر،
فلو في حصل ايرور في بت واحده يبقى البلوك كله هيبقى فيه ايرور. طيب يا ترى عيوب الاستريم سايفر ايه؟ عيوب الاستريم سايفر انه لازم يكون فيه نوع من السينكرونايزيشن او المزامنه ما بين كل من السورس والديستنيشن. ليه؟ علشان يقدروا يحددوا بدايه البيانات ونهايتها وبدايه الانكريبشن كي ونهايه الانكريبشن كي. العيب الثاني ان هو فولنربل، معناها انه معرض للاختراق. ليه؟ لان احنا قلنا انه الاستريم سايفر بيعتمد على السيد، والسيد بيكون مكون من حاجه اسمها انيشاليزيشن فيكتور زائد شويه بيانات. السيد دوت لو اتكرر استخدامه معنى كده انه بيكون فرصه للهاكر انه ياخد البيانات اللي موجوده عندي ويعرف يجيب الانكريبشن كي. يبقى اذا vulnerable لو تم استخدامه بصوره غير سليمه زي ما قلت لحضراتكم، لان الانبوت كي بيكون او بيتم استخدامه اكتر من مره. الاستريم سايفر اللي موجود عندي ما بيوفرش اي نوع من انواع الحمايه ضد التعديل في البيانات، لان كل بت لوحدها، فلو بت اتعدلت مش مشكله. نتكلم على البلوك سايفر. البلوك سايفر الميزات الخاصه بيه طبعا مش موجوده في الكتاب، فالنقطتين دول هم اللي موجودين على معظم مواقع الانترنت ده. المصطلح الاول هاي ديفيوجن، والمصطلح الثاني اميونيتي تو تمبرنج. الهاي ديفيوجن فكرته انه لو انا عندي بت واحده، فالبت دي بيتم تشفيرها بحيث انها يحصل تداخل ما بينها وبين كل المعلومات. ما بعرفش البت دي راحت فين حته، هي اتشفرت بس اني واحده في البلوك مش عارف. يبقى اذا هنا information from one plain text symbol is diffused into several cipher text symbol. يبقى هنا اللي انا اقصده انه بت واحده اتشفرت لكن مكانها فين في البلوك مش عارف. النوع الثاني اللي هو immunity يعني مقاومة أو ممنعة، tempering يعني تعديل، مقاومة للتعديل. ليه؟ لأنه قلنا دلوقتي ده بلوك، البلوك دوت لو اتعدل فيه بت واحدة يبقى البلوك كله حصل فيه corruption تلف. يبقى إذا هنا difficult to insert symbol without detection، محدش يقدر يحط فيه بيانات أو يحذف منه بيانات من غير ما اكتشفها. عيوبه إيه؟ عيوب البلوك سايفر ان هو بطيء. احنا قلنا دلوقتي ميزه الاستريم سايفر كان سريع، طيب ده بطيء ليه؟ اصل البلوك سايفر المفروض انه هيقطع الداتا اللي موجوده عند البلوكات وبعدين يتعامل مع كل واحد من كل بلوك لوحده بصفه مستقله مثلا، يعني معنى كده انه محتاج ميموري. يبقى اذا slowness of encryption الانتاير بلوك لازم البلوك كله يتم تشفيره، وطبعا ما ينفعش اشفر بت واحده. الحاجة التانية error propagation، احنا قايلين دلوقتي ان دي ميزة ان هو موضوع انه احتمال حدوث الايرور. لو حصل ايرور في بت واحدة جوه البلوك فالبلوك كله بينضرب مش هعرف افك التشفير بتاعه. البلوك سايفر زي ما قلت لحضراتكم بتحتاج ميموري اكتر. ليه؟ لانها بتتعامل مع كميات كبيرة من البيانات. الفقرة اللي بعد كده بيقول لي يا ترى هما ايه الحالتين اللي الاستريم سايفر بيكون مناسب للاستخدام فيهم. طبعا الاستريم سايفر بيكون مناسب للاستخدام اما يكون الانبوت ستريم لينث مش متوقع او ما اقدرش احدده قد ايه، طبعا لانه هو بيتعامل مع الداتا اللي موجوده عندي بت باي بت. فانا بيجي لي بيانات ما اعرفش البيانات دي 5 بت ولا 7 بت ولا 1000 بت. انما في حاله البلوك سايفر انا عارف البيانات اللي جايه لي قد ايه. يبقى اذا الاستريم سايفر بيتم استخدامه اما يكون الانبوت داتا بتاعتي undefined غير معروف هي قد ايه، او كمية البيانات اللي موجودة عندي غير معروفة، او ممكن تكون كمية متصلة. النقطة الثانية انه بيتم استخدامه اما يكون الانبوت بفر limited. هو ايه يعني بفر؟ البفر ده عبارة عن مخزن مؤقت للبيانات. فالبفر اللي موجود عندي لو صغير معنى كده ان ما اقدر اخزن فيه كمية صغيرة من البيانات. طيب لو جالي بيانات كتيرة، لا لو جالي بيانات كتير يبقى لازم البفر اللي موجود عندي يقدر يتعامل معاها، ولازم اكون سريع في معالجة البيانات. يعني عشان نفهم انا دلوقتي بتكلم بسرعة، طيب البفر اللي هو المخزن اللي حضرتك بتحط فيه الكلام الخاص بيا عندك محدود، يبقى لازم المفروض ان انا اتكلم يا اما اتكلم ببطء يا إما أنت تكون سريع في معالجة البيانات وبالتالي هتقدر تلحقني.
لو ما حصلش اي واحدة من الخطوتين دول يبقى هيحصل مشاكل عندي. يبقى هنا النقطة التانية، اما يكون الانبوت بفر اللي موجود عندي ليميتد، يعني معنى كده ان قدرة وحدة التخزين صغيرة، يبقى لازم البيانات اللي تجيلي بصفة مستمرة اشفرها على طول اول ما تيجي. ما عنديش وقت ان انا اقطع الداتا اللي موجود عندي، البلوكات والكلام ده. انا عايز اي حاجة تجيلي اشفرها او افك تشفيرها بصورة سريعة. النقطة اللي بعد كده بيقول لي يا ترى هما ايه هو الطريقتين اللي موجودين في البلوك انكريبشن. طبعا انا عندي حاجة اسمها independent encryption mode اللي هي اسمها electronic code blocker، ان كل بلوك بيتم تشفيره بصفة مستقلة عن باقي البلوكات. او النوع الثاني اللي هو cipher block chaining، والchaining يعني سلسلة، ان كل بلوك بيكون معتمد على البلوك اللي قبله بطريقة معينة. الفقرة اللي بعدها بيقول لي اشرح لي ومع الذكر عيوب كل طريقة من الطرق اللي فاتت دي. طبعا الكلام ده موجود نصا في الكتاب، فحضراتكم بتروحوا تقروا وتكتبوه بأسلوبكم. طبعا في النوع الاول اللي اسمه independent encryption mode، المفروض ان كل بلوك بيتم تشفيره بصفة منفصلة عن باقي البلوكات. حضراتكم شايفين هنا البلوك ده هيجيله هنا encryption key، يبقى يديني هنا cipher text. بلوك انكريبشن كي يديني سايفر تكست. النوع الثاني بيكون كل بلوك معتمد على البلوك اللي قبله باسلوب معين. وكمان حضراتكم تلاحظوا هنا ان نفس الانكريبشن كي، نفس مفتاح التشفير، مستخدم في عملية تشفير البلوكات كلها. يا ترى عيوب الموضوع ده ايه؟ عيوب الموضوع ده انه لو انا عندي هنا اثنين بلوك، بلوكين، البلوكين دول متطابقين، يعني معنى كده ان السايفر تكست بتاعهم هيطلع زي بعضه، لانه الانكريبشن كي ممكن يكون واحد. الحاجه الثانيه بيقول لي ان الانكريبشن اوف لونج ريبيتيتيف سترينج اوف 01 بيعتبر نقطه اختراق. حضراتكم في التمرين او في الكتاب هتلاحظوا انه راسم صوره لبطريق تقريبا، وقبل التشفير وبعد التشفير، وصورة البطريق واضحة جدا في البلين تكست وواضحة في السايفر تكست. ليه؟ لأنه النوع اللي اسمه إلكترونيك كود بوك ما بيقدرش يتعامل مع الداتا اللي بتحتوي على كمية كبيرة من الأصفار والوحايد. نتنقل بعد كده على السايفر بلوك تشينينج. السايفر بلوك تشينينج فكرته أنه علشان نجيب السايفر تكست، فالمفروض أن كل بلوك بيكون معتمد على السايفر تكست الخاص بالبلوك اللي قبله. طيب اذا كان كده، طب بالنسبه للبلوك الاولاني، لا البلوك الاولاني بيكون ليه تعامل خاص. يبقى هنا هنيجي نقول انه البلين تكست اللي موجود عندي هيتشفر عشان يديني السايفر تكست. طيب ازاي؟ نيجي نقول العلامه ديت هي عباره عن اكس اور، هنعمل اكس اور ما بين البلين تكست وما بين النسخه المشفره من النص اللي جايه من البلوك اللي قبله. يبقى هنا البلين تكست مع البريفيوس سايفر تكست هنعمل لهم اكس اور هيديني تكست. التكست ده اللي هنشفره هيديني السايفر تكست الخاص بالبلوك الاول. حضراتكم شايفين الموضوع معقد شويه، وهنا بقى كل بلوك بيعتمد على البريفيوس سايفر تكست الخاص بالبلوك اللي قبله. طيب في حاله البلوك الاول ما عنديش بريفيوس سايفر تكست، طيب هنستخدم ايه؟ هنستخدم initialization factor. طيب عيوب الموضوع ده ايه؟ عيوب الموضوع ده ان السايفر تكست الخاص ببلوك معين بيعتمد على البريفيوس سايفر اوتبوت، وكمان انه لو حصل اي لص في الداتا، يعني معنى كده ان البلوك اللي موجود عندي دوت مش هيتم تشفيره. وكمان لو حصل في single encryption error واحد في بلوك، فالمفروض ان البلوك الايرور ده بيحصل له كاسكيدنج. كاسكيدنج يعني معنى كده ان انا بشيله معايا لغايه اما اخلص تشفير البيانات. يعني مثلا هنا نفترض انه هنا حصل ايرور في البلوك ده، يبقى الايرور اللي ناتج هنا هيديني هنا ايرور في السايفر تكست ده، وبعدين هيديني ايرور في السايفر تكست هنا، وبعدين هيديني ايرور في السايفر تكست هنا. ليه؟ لان ده تشين، تشين يعني سلسله. طبعا كده انتهى السؤال الاول. نتكلم بعد كده على السؤال الثاني. السؤال الثاني عبارة عن مسألة بسيطة، هي عبارة عن طريقتين من التشفير بيتم تنفيذهم بالتتالي. فمثلا هنا بيقول لي انه
عندي في شركة موجودة في الكويت، كلام عام خالص، وبيقول لي إنه فيه منصة أو رسالة، الرسالة دي اللي هي ديبوزيت 3 مليون دولار، عايزين يشفرها باستخدام الفيجينيري مع الكيورد اللي كان اسمها بحرين. دي كانت الخطوة الأولى. يبقى هنحل إزاي؟ هنيجي نقول في حالة الفيجينيري سايفر الانكريبشن كي، أو كنا بنقول إن السي بتساوي البي زائد الكي موديولو 26، والبي بتساوي السي زائد الكي بار موديولو 26. ولازم نأكد هنا إن البلين تكست والسايفر تكست، البلين تكست بينكتب سمول، السايفر بينكتب كابيتال. واحنا عايزين نشفر الجملة اللي اسمها ديبوزيت 3 مليون دولار باستخدام فيجينيري، وكانت الكيورد كانت البحرين. هنعمل ايه؟ هنيجي عاملين الجدول بتاعنا كده اللي هو فيه التكست، وفيه اللي هو الاكويفالنت الخاصة بيه او الرقم، وبعدين هنا فيه اللي هو الحرفة، وبعدين الرقم المناظر ليه، والناتج، والسايفر تكست. طيب، وطبعا بنحول كل حرف من الحروف اللي موجود عندي لرقم، وبعدين نكتب الانكريبشن كي بتاعي اللي هي كلمة بحرين، وبعدين نكررها لغاية ما نخلص البلوك. طبعا التمرين ده موجود نصا زيه في الفيديوهات، فما فيش داعي ان انا اعيد وازيد فيه. الناتج الفقرة الاولانية المفروض ان احنا هنستخدمه، طبعا ناتج الفقرة الاولانية اللي هو النص ده المفروض ان احنا هنستخدمه في مرحلة تانية. المرحلة التانية بيقول لي شفر هالي بقى باستخدام الكلومنر ترانسبوزيشنال سايفر. إذن الناتج الخاص بالمرحلة الأولى هنستخدمه ويعتبر كإنبوت للمرحلة التانية. السؤال اللي بعد كده بيقول لي، ده سؤال مقالي طبعا، عايزين نعمل ريبورت بيحتوي على introduction وdiscussion وconclusion. والintroduction المفروض ان هي عبارة عن تديني شوية معلومات عن الموضوع اللي انا بتكلم عليه، يعني بعرف القارئ بمحتوى الموضوع او الفكرة الاساسية بتاعته، لكن من غير ذكر اي امثلة او تفاصيل، كلام عام. بعد كده الdiscussion اللي هو محتوى الموضوع نفسه او البطي، وبعد كده الconclusion اللي هو خلاصة الموضوع، ممكن نحط اي توصيات او نصايح فيه. طبعا هو هنا بيتكلم عن الـ MD5 اللي هي Message Digest Version 5، دي نوع او طريقة من طرق الهاشينج فانكشن، ما هيش تشفير. بيسألني هنا بيقول لي عرف لي، اول سؤال عرف لي الـ Message Digest 5. طبعا حضرتك هتروح تجيبوا التعريف مثلا من الانترنت، انا جبت الفقرة دي، حضرتك بتقروها وبتعيدوا الصياغة بتاعتها. كلمني عن الهيستوري الخاص بيها، نعيد الصياغة برضه. التطبيقات بتاعتها ممكن نستخدمها مع السوفت ويرز اللي موجودة عندي عشان نضمن ان المعلومات او البيانات اللي موجودة عندي ما تعدلتش اثناء ارسالها، يعني الداتا انتجريتي، او بنعمل عملية هاشنج للباسوردات اللي موجودة عندي. بيقول لي هنا لو بنستخدم الـ MD5 فالمفروض انه عملية التشفير او اللي هو الهاشنج بتتم في 5 خطوات. اديني الـ5 خطوات واشرحهم لي. الـ5 خطوات لو عملت سيرش على الانترنت هتلاقيهم يظهر لك على طول الـ5. بنعيد الصياغة بتاعتهم ونكتبهم زي ما هما. الارقام دي ارقام ثابتة على فكرة. طبعا زي ما قلت لحضراتكم محتوى الواجب او السؤال ده لازم يكون introduction وبعدين discussion وبعدين conclusion. الانترودكشن هي مقدمة، الديسكشن اللي هو محتوى الموضوع، الكونكلوجن اللي هو الخلاصة بتاعت الموضوع، ونحط فيه النهاية الريفرنسز اللي موجودة عندي. شكراً.